أهلا بكم معنا في هذا العدد الجديد من حصة جنان ليلى. اليوم في هذا العدد اخترت لكم واحدة من بين الأطباق الجزائرية اللي هو طبق العجائن الجزائرية اللي يتسمى المردود أو البركوكس أو العيش، كل واحد كيفاش يسميه طبعا على حسب المنطقة. وأيضا راح فقط نقول لإخواننا المشارقة اللي يسميوا هذا النوع من العجائن اللي هو البركوكس أو المردود يسميوه المغربية. أنا نقول لكم ونصح لكم أنه هذا النوع من العجائن هو مغاربي، نوجدوه في كل دول المغاربية، وهو أمازيغي يعني من أصل أمازيغي هو. والكسكس نشوف اليوم أنا كيفية اليوم حضرتها لكم من مدينة المدية، لأنه هذا النوع من العجائن تحضر بهذه الطريقة في المدية. نشوفوا الطريقة اللي رايحين نديروا بها، هي اليوم بركوكس ولا مردود بالعصبان. نشوفوا المواد اللي رايحين نستعملوها. عندنا دوارة اللي فيها عندي هنايا ريه كنت غليتها في الماء سخون، غليتها حتى يعني خليت الماء حتى غلى، غليتها وبعدها حطيتها حتى غلات باش تجيني سهله في التقطع. عندي هنا مصارن، وهذوك يعني اللحم اللي في الدواره كنت ايضا نقيتهم ونحيتهم لهم هذيك القشره، يعني نحيت لهم مليح هذيك القشره. عندي هنايا شحم، الكميه طبعا نتوما اللي تختاروها شحال ديروا. عندي كرشه كنت غسلتها طبعا ايضا درتها في الماء يغلي حتى نحيت لها هذيك القشره الكحله ونظفتها هكذا يعني حتى ولات بيضه. وايضا راح ندير فيها حميصه، ايضا راح ندير فيها جلبانه، عندي فيها القصبر، ايضا نعناع، عندي بصل، وايضا عندي برغل. البرغل ايضا هو يتحضر في مدينه المديه بالخصوص، البرغل اللي هو من حبوب القمح، يعني هذا البرغل نحضره بطريقه يعني تكون سهله، فقط يحطوا القمح في الماء حتى يغلي، بعد ما يغلي ويطيب هذاك القمح يحطوه يعني في فصل الصيف يحطوه في الحصاير كما هادو اللي رانا حاطينهم ويخليوه حتى ينشف، بعدها يرحيوه فرحه كما هذه اللي رانا حاطينها ديكور. وفيما بعد رايحين يتحصلوا على هذا النوع من انواع الحبوب اللي نستعملوها اليوم، حين نديروها في الدواره. فقط نقول لكم انه هذا النوع من البرغل ايضا يديروه الاتراك وايضا يديروه السوريين. نشوفوا الطريقه اللي رايحين نحضروا بها طبقنا لنهار اليوم. وطبعا باش ما ننسى قبل ما ننسى نروحوا نشوفوا، عندنا سميد، عندنا ملح، وعندنا تشيشه خشينه باش نديروا البركوكس، وعندنا التوابل اللي راح نستعملوها، عندي ثوم، عندي ملح، عندي كرويه، عندي فلفل حار، وعندي ايضا عكري. شوفوا الطريقه اللي راح نحضروا بها. اول شيء نبدا في الدواره باش نحضروا العصبان. نحط اول شيء نحطوا هاد الريه او كاين اللي يسميها الغرنوق. ايضا عندي هنا عندي هذوك المصارن اللي كنت غسلتهم، وايضا هذاك اللي يجي في الغرنوق ايضا كنت غسلته. هنا طبعا قلت كميه الشحم، انتم واش حبيتوا، اذا حبيتوا كميه تكون صغيره ولا حبيتوا تكونوا تحبوا ليدام حطوا كل الكميه. نحطوا طبعا حطينا كل هذيك المواد، نحطوا هنا البرغل، نحطوا فقط هكذا هذه الكميه من البرغل. نحطوا البصل هنا كميه صغيره انه هذه نص الدواره. نحطوا القصبر هنا، نحطوا كميه كبيره من القصبر او حشيش مقطفه كما يسميوه في العاصمه. نحطوا جلبانه، نحطوا حميصه هكذا، وبعدها رايحين نحضروا التوابل. نشوفوا الدرسه اللي رايحين نحضروها، ناخذ مهراس، طبعا هذا المهراس هو اداه تقليديه. نشوفوا نحطوا الثوم، نحط على الثوم كميه لاباس بها من الملح، لانه في المرق ما نشحين نديروا الملح هكذا، الكميه اللي تكفي للمرق وايضا تكفي الداخل في اللحم. نحطوا العكري ايضا كميه لاباس بها حتى يكون لونه احمر المرق. نحطوا فلفل حار، طبعا فلفل حار على حسب الا كنتوا عندكم اطفال صغار ما تحطوش، ولا كنتوا يعني فقط عندكم الكبار يحبوا الحار حطوا فلفل حار. نحطوا ايضا الكرويه، الكرويه هنا هي من اهم التوابل، نحطوا كميه كبيره. نحط هاد الطوماطيش اللي هي مغرفه طوماط كونسيرف هكذا، ونبدا
ندرس هاد الدرس. هذا هو سر البنة في الأطباق التقليدية، يعني كل التوابل راح تتخلط مع بعض. نخلط حتى يدرس لي كامل هذاك الثوم. هذه هي الدرسة نتاعنا، نزيد لها قطرة فقط من الماء، قطرة هكذا فقط صغيرة من الماء. هكذا ونحطها هكذا للدوارة عصبان. دوك الحين نستعملوا اليد. باش تدخل هاد الدرسة في هاد الدوارة هكذا. إذا خصنا شوية عكري وشفناها يعني ما كانتش حمراء مليح، نزيد لها شوية عكري. أنا هنا يخصني شوية، نحط فقط نكمل هاد الكمية. نقولكم فقط انه هنا البرغل راح يعطي ذوق رائع لهاد الأكلة الجزائرية. نشوفوا هنا عندي كرشة، الكرشة هنا اللي قلت كنت درتها في الماء سخون ونظفتها مليح. نقطع هاد الكرشة يعني تكون كبيرة، نوري لكم كيفاش رايحين تقطعوها. يعني تاخذوا موس، ناخذ هكذا الخيط، نديروا عقده الابرة والخيط طبعا لانه حنخيطوها ونديروها كرات. ناخذ هنا هذه طبعا هنا تكون كبيره هكذا، تكون هكذا كبيره، ونقطع هكذا نديرها يعني على شكل مثلثات هكذا، نقطعها ونديرها يعني بهذا الشكل هكذا بهذا الشكل، ونخيطها هكذا. يعني نبدا هكذا نقطعها ونبدا نخيط. نشوفوا مع الكاميرا الطريقه اللي نخيطوا بها، يعني ناخذوا البره ونبدا نخيط هكذا حتى نكمل كل الحبة هكذا بهذه الطريقة. أنا عندي اللي راني موجدتهم من قبل مخيطتهم، يعني طريقة سهلة فقط تبعوا الفكرة اللي عطيتها لكم. ناخذ هكذا هادو الحبات اللي كنت طيبتهم، عفوا قطعتهم، ونعمرهم بهذا الحشو اللي كنا درناه. ناخذ هكذا فقط كمية القزبر كما شفتوا معايا، أو حشيش مقطفة كنت درت كمية لاباس بها. ناخذ هكذا ندخل كل اللحم اللي عندي يعني مع الحميصة مع يعني كل شيء، الجلبانة، لأنه كل هذه الخضار راح تعطي له ذوق لهذا الطبق هكذا. نعمل هكذا نعمر هكذا. حتى تتعمر حبة الدوارة مليح.
هكذا نحطها طبعا حتى نديرو زوج ولا ثلاثه، ومن بعد راح نقفلوهم بالابره والخيط. نشوفوا الثانيه، طبعا حتى نكمل كل الكميه ونقفل. انا راح نعطي لكم اهم الخطوات، طبعا هكذا ونقفل. كما شفتوا معايا خيطتهم كلهم، ومن بعد نعمرهم كلهم، نعمر كامل الحشو، وبعدها رايحه نعاود هكذا نقفل الفتحات اللي كنت هكذا يعني بطريقة عملية هكذا. نقطع الخيط، ناخد هنا قدرة ونحط فيها هاد، نعطي لكم هادو حبات العصبان اللي راكم تشاهدوا فيهم، ندير لهم ثقوب بالفرشيطه ونحط لهم هكذا حميصه، نحط كميه لاباس بها من الحميصه. ناخذ الماء ونمرق كما راكم تشاهدوا هنا، نمرق حتى نغطي حبات العصبان، يعني الكميه اللي تكون عندكم حتى تتغطى هكذا. نغطيهم ونحطهم فوق الفرن حتى يطيبوا لي حبات العصبان. وفيما بعد راح نشوفوا الطريقه اللي رايحين طبعا نحطوا مرقتنا والعصبان تاعنا يطيب علينا، ونشوفوا الطريقه اللي رايحين نفتلوا بها عفوا البركوكس نتاعنا او المردود. بعد ما كملت العصبان خيطته وحطيته في الطنجره باش يطيب، طبعا هو المرق اللي راح نديروا فيه البركوكس. عندي دركا طريقه راح نفتلوا بها البركوكس، هي طريقه تقليديه. نقول لكم فقط لازم تكون عندنا فكره على كل الاطباق التقليديه، خصوصا العجائن، عندنا عجائن كثيره ولا العجائن الايطاليه. نشوفوا نحطوا اول شيء نحطوا دشيشه، نحط الملح في الماء هكذا، ونبدا نفتل البركوكس نتاعنا. ناخذ هكذا كميه صغيره من الماء ونبدا نحط فيها ديك التشيشه الماء، ونبدا هكذا ندور، تكون فقط كميه صغيره كما راكم تشاهدوا هنا. ناخذ شويه من هكذا كميه صغيره من السميد ونبدا ندور هكذا حتى نتحصل على البركوكس، يعني نفس الخطوه هكذا، يعني نحط كميه صغيره من الماء، كمية صغيرة من السميد هكذا، وندور حتى نتحصل على البركوكس كما راكم تشاهدوا هنا. أو بدأ يدور البركوكس، يعني بدأ يطلع شوية شوية. ناخد فقط كمية صغيرة من الماء هكذا، نحط كمية صغيرة من السميد، أيضا نكرروا العملية حتى ما نحطوش كمية كبيرة من الماء، فقط كمية صغيرة، كمية صغيرة من السميد. نشوفوا بالعقل بالعقل حتى نكرر دائما نفس العملية. هنا راهو طلع يعني حجم المحمصة
هكذا نشوفوا هذيك لاصوص تاعنا اللي درناها، نشوفوها هنا راهي تغلي وريحتها راهي تشهي. يا ريت كل المشاهدين راهم معانا. نقصلها على النار، نكمل نفس المردود تاعنا كما راكم تشوفوا معايا. انني ندير فقط كميه صغيره من الماء باش ما يدير ليش الفتله، وايضا كميه صغيره من السميد باش يطلع لي البركوكس. اذا تلصقوا هكذا حبات يعني تقدروا تنحيوهم. نشوفوا درك واش راح نديروا للبركوكس. ناخذ بعد ما طلعناه هكذا كما سبق لي وقلت لكم، اذا تحبوه خشين نزيدوا طلعوه، ولا تحبوه رقيق خليوه رقيق. هنا نصير البركوكس وهكذا بهذه الطريقه رايحه تتلم لي يعني هذوك حبات البركوكس اللي يكونوا خشان يتلموا في الوسط هكذا. راح نرفدهم من الوسط باش نكمل هذاك اللي مازال رقيق. كاين اللي يسميهم الريسان، كاين اللي يسميهم كل واحد كيف يسميهم. هكذا نلم ونكمل نطلع، الى حبيتو تطلعوه ولا ما حبيتوش تطلعوه نفوروه مباشره. يعني هنا تقدروا يعني كما درت تقدروا تفوروه مباشره. احنا رايحين نديروا طبعا هذا راح نزيد يعني الخطوه اللي رايحين تشوفوها معايا، وفيما بعد راح نعاود نفس الخطوه اللي شفتوها معايا. راح نحيلوا هذاك السميد وراح نديروا يفور على النار. نشوفوا هكذا باش نزيد نطلع هاد البركوكس. هنا اذا حبيتوه خشين فقط انا نزيد له فقط خطوه واحده حتى نعطي لكم طبعا اهم الخطوات المهمه في تحضير البركوكس او في فتيل البركوكس. هكذا نزيد نشفو شويه، نزلقو شويه لانه هذه الخطره الاخرى راح نديرو انا هكذا بهذا الحجم. ما ينزلكش بزاف البركوكس حتى يطيب لنا بالخف، لانه لي يتزلق بزاف راح يجينا شويه يابس. شوفوا ناخذ سيار الزرع اللي تسمى سيار الزرع يعني الخشين كامل هكذا. هكذا هذا هو البركوكس نتاعنا. دركا نروح هذا البركوكس نحطو في نحطو قدره وكسكس، نحط فيها الماء ونحط هذا البركوكس يطيب كيما نفورو يعني يتفور فقط تفويره واحده ونخليه. بعدها رايحه نشوفو كيفاش رايحين نديروه لهذا الطبق نتاعنا طبق العصبان. بعد ما فورنا البركوكس نشوفو الطريقه اللي رايحين نكملو بها طبقنا. نحط هاد البركوكس هكذا يعني طبعا بعد ما يكون فارلي على الماء، نفتتو لانه راح يولي تقريبا كتله واحده. نفتتو هكذا
فقط فيه تدبير للمشاهدات. نقول لكم اذا حبيتوا يعني ديروا كميه كبيره من البركوكس، اذا كنتوا يعني مشغولين تاخذوا ديروا كميه كبيره من البركوكس تحطوها في المجمد، تفوروها حطوها في المجمد راح تكون دائما جديده. ولا حبيتوا تيبسوه يعني على حسب ذوقكم. نشوفوا الخطوه اللي من بعد، راح نديروا هكذا، ناخذ هذا العصبان اللي كنا درناه نصفيوه هكذا حتى ما نقطعوش كي نخلط البركوكس باش ما ينفتحليش. هكذا ناخذ البركوكس ولا المردود كما حبيتوا طبعا على حسب من طاقتكم هكذا، ونحط داخل هكذا داخل القدره. طبعا الا خصكم كميه من المرق تقدروا تضيفوا كميه من الماء طبعا على حسب واش يدي يعني في طيابه. هكذا نخلط البركوكس مع الحميصه، وطبعا الحميصه لازم تكون كميه لاباس بها من الحميصه هكذا. نقص على النار، نغطيه ونخليه يطيب. نخليه هكذا يطيب حتى ينشف من الماء مليح، وبعدها رايحين نشوفوه طبقنا النهائي واجد. هذا هو طبق البركوكس بالعصبان، نتمنى انكم رايحين تجربوه لانه طبق بنين بزاف ورايح يعجبكم. نتلاقاو العدد المقبل مع في حصة جنان لالا وعجائن واطباق جديدة. الى اللقاء.